عم تقرا دكتور؟ عم بقرا عن سيرة الأم تيريزا، بتعرفها؟ لا ما بعرفها، مين هاي وشو بتشتغل؟ كانت راهبة، إنسانة رائعة، قضت حياتها في خدمة الفقراء والمرضى والأيتام. شو رأيك فيها؟ ما عندي رأي دكتور. وليش بقى؟ ضروري تحرجني يا أخي. شه، عم بسألك رأيك في امرأة عظيمة، وين الإحراج؟ وضروري تسمع كلامي وجعك يعني؟ ومن إمتى بتراعي مشاعر الناس سيد إسلام؟ احكي لنشوف. إذا باك على جنبك، شوف دكتور، مدح الكافر والإعجاب به لا يجوز أبدا. إيوة، ذم الكافر ولعنه وشتمه بيجوز، ومدحه على الأشياء الحلوة ما بيجوز. على شو بدك يانا نمدح الكافر دكتور؟ على نجاسته؟ على فسقه؟ على فجوره؟ الحقد اللي بقلبك مو طبيعي يا إسلام، والله بيطلب منك في نص شرعي إنك ما تمدح الكافر؟ في أمور واضحة وضوح الشمس وما بتحتاج إلى نص شرعي يحرمها. مو أنت قلت لي إنه الأصل في الإسلام إباحة كل الأشياء إلا ما حرم بنص صحيح صريح. شايفك عم تناقض بنفسك. ايه بس في مسائل واضحة دكتور. اليهود والنصارى على دين الكفر، فاجرين فاسقين ناكرين نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. مدحهم والاعجاب بهم وتعظيم شأنهم حرام حرام بإجماع الأمة دكتور. وشو عم بيقولوا علماءك؟ قال الإمام النووي رحمه الله: ولو قال معلم الصبيان اليهود خير من المسلمين بكثير لأنهم يقضون حقوق معلمي صبيانهم فقد كفر. قال ابن حسن البخاري: وأما من يمدح النصارى ويقول إنهم أهل العدل أو يحبون العدل فحكم المادح إنه فاسق عاص مرتكب للكبيرة، فإن مدحه من حيث صفة الكفر فهو كافر لأنه مدح الكفر. شه، بتكفر الواحد لمجرد إنه مدح الكفار؟ إيه دكتور إيه، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. أنا بشوف إنه الحسد والغيرة من الكفار هو سبب التحريم، لأنهم أحسن منكم، وكتيرين في البلاد الإسلامية بيشوفوا انه المسيحي افضل من المسلم، وكتيرين بيشوفوا انه ضعرة مسلمة افضل من كافرة شريفة دكتور. لسانك معفن مثل مخك، وانت ما بتمدح ابدا باصدقائك المسيحيين. والله العظيم يا دكتور قديش صار الك تعالجني وتساعدني، ورغم كل طيبة قلبك وانسانيتك ما مدحتك ولا مرة واحدة بحياتي، لا قدامك ولا وراك. مش مهم، المهم العلاج ينجح وتتخلص من الحقد الاسود اللي فيك. إذا كانت النتيجة إني صير حبك وامدحك، الأفضل نوقف العلاج دكتور.